رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أسله وعند عارض طرى. وحر الشيخ رحمه الله: وكل ما شيء كله كلفه إلهي منه واجبي عليه ولين دول صاري قد يسر ولفذ ذي من أسله أسل كيس هورا لفذ ذي وعند عارض أرين مركة اتمادنا أرين تاسو ضرع صعب سبوناتي خفف يدنا والسيف الضينية ثانية وثالثة ورابعة والسيف الضينية قاعدة وحا شيخ وقتش إذا تكاليف الشرح أو الدين كل سيدة ميسر وي دين إسلامكم ودين يسر إن الدين يسر رسولك صلى الله عليه وسلم دينته ومت سيدة وفضض با مركة دينتي سأفضي وما جعل عليكم في دين من حرج ربا ما لبا دينته أصل كيدي مركة وحي وحفظت تكاليف الشرح وردان حدنا هدي أي أرنتي ما دعو ليس وعلى سيف الضين يا مرك لبعض حدنا عليس كالدنيا هذا مر صدحات بلا سيف الضين يا حدنا ميت كالدنيا هذا مر أفراد بلا سيف الضين يا ولذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك فيري مرك يا دهر وصلاة واسكف الضين شنكي لي أهلي حدنا عليس مركو يمد تاقنيدي بلا فضي وفرد بلا غنقل حدنا مر لبعض با عليس كلا يمد والسيف الضين شيف بلا غنقل شيف كهذا ولا سيف الله يا إنها لا قد جيا ولذلك يا الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ما لك الله قد جيا وكل ما شيء كله شيء قص وكلفه إلهي خلق أو كتك الأوصاري أو الواجب يالي قد يسر ولف ذي شيء ألف تو ألف إطلاق أو بيت كلوك يعني من أصله أصل كيس بداية ذهب ولف ذي أو شرعي ولو وفضيه وعند عارض أرهن مركة اتمادنا عارض كاسو ضرع وحصوب وسود الرياء خفف ولفضين يدنا مركة لسيف الضين فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط فاجلب سجد التيسير لتيسير التيسير فضيت سجد بكل ذي شطط شيء كستأو عليس الصاحبة شطط كمان تحلو جدا مش شقي عليس فليس معها أن في الدين دينت الدحل هذا دينت الحنيف اعتصني من شطط وحما شقي عليس ملك قاعدة أن وقاعدة أهيد المشقة تجلب التيسير أهرم سوق عادتين وحي الملك الشيخ رحمه الله مركز تا او الاركتيد وحما شقاء تيسير يا فضيل كان محايا للدين تأن الشريعة إسلام كا او فضوط او دين حنيف او مستقيم او سمحي وح عليس بكمتشل سيدا دو مشاق الله دهابا مشاق الله دهابا كمتشل سادرت يا الوحل وما جعل عليكم في الدين من حرج دين تقريبا ملبا سيدا دو وحكول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي فضيد بإذن الله ربايا لبلا إذن الله ربايا من هنا يا مركي بي الآن دعني وحلي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا إذن مركز طوح وليس يا مشقة ماده وحوال فضينا يا فاجلب سجد لتيسير لأجل تيسير بكل ذي شطط متكستو مشقة صاحبة تيسير درتاد سوتشي مركو حا تيسير كهذا شعر كل تيسير الأجري التيسير بوغتشي ذا فجلب سوتشي التيسير فوضين بكل ذي شطط متكستو عليس يا مشقة صاحبة فليس معها أن في الدين دينتي الحنيف يتوصني من شطط وح مشقاك مجلتين وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور وما شيء استطعت أذ أودد
افعل سماء من المأمور كل وأمر حقيس واجتنب كديرو الكل دمان من المحظور شيء لا اسكحرم حقيس قاعدة لنا وحوية واجتناب المنهي وفعل المأمور بما استطعت وحنا أصل قاعدة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم إلهي يقول الله لك بقر انت اللي أودوا رسولكم وحده صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عكس هذا شيء منه ومحظورك هل لقفوا هذا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا يلوه وانبل سمجد وحكر الرسول كبيره وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كفوا هذا وحين أصبح بحضي مركة شيء كستوه محرم شرعي أكتس لصومر ما يوان لقفوا هذا لكن شيء ما أمورك هذه أود هذه كحر أنت أنت هذا أودنا والله إيمان إيسا أنت أود ويدنا وكتغيسا الله بضو هذا مركة كي حوق بضن وحوق بضن شيء محضورك صادفت وإنك شوق أظني قاعدة لأهيد درء المفسدة أولى من جلب المصلحة شيء اللي قويله هبو لوان هي شيء اللي قويله انت عرفت كلائمه أشكم إذ معها إلهي أكتيز سبحانه وتعالى وهي علمة كوعي الليين شيء مأمورك ووح أباهن أود هي مشقة هي هول هي قوش أباهن صادفت إنا القوم وإذا بلغ يابا وحالوح لإستداع على لكن شيء محرم كا ووح أباها إنا أتكتكتين كتكتاب موح أباها يستطاع مايا أحبك هذا ما بهنا وأسكيت في سبوقته وحك هذا بها إلا ما أرى صادرت هاد أي شيء حلو وما استطعت واحد أودين افعل سماء من المأمور شيء إلا أمر حقيس وحي مأمور كها فاتقوا الله ما استطعت واجتنب كديرو الكل دمان من المحظور شيء إلا إنا قرر وشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم وحول الشيخ رحمه الله وشرع شرعي أن إسلامك لا يلزم مواجبه قبل العلم أنت محبل لأغاني كور دليله أنت وحد دليله فعل المسيء أنك صلاة حميني فعل كيسي فافتهم أنت فهم قاعدة أصل وحاوة حديث كنيك مصيء صلاته اها لك رسولك صلى الله عليه وسلم صلاته وخلدي كذب نوحي ارجع فانك لم تصلي فصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي اردنا قال صلاه هذه سفي عن اصو صح نيك مركو سدا يري رسولك صلى الله عليه وسلم صلاه بكنودي دور جير وحو واسح واي واكي مركي دم رسولك يري وبري صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانا هنما قانا إبر وجه دلاله محوية هاي مركة وجه دلاله وحوية ننكا صلاة دي مالين تعالى بري صلاة دي كهرية إلا أن أقوار مره هنا وخلضي سلطان وخلضو وخلضي فصوله صلاة دي سوعي لمره صلى الله عليه وسلم محا سوعي للولي هو جاهل بوها جاهل كنا هو معذور إلهي أن يقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلهي وحام بريني وحي قفئي خلط إنا نلاقى والنية اللو شاء ألا وحي لقد فعلت وإذا كيالي خلط أمرك وقف وجهلي جهلي بأرعي شيء جهلي كأغرد عينا معذور ويو لقد بتقم هاي وحان الدليل أنك أو صلاة حميني نبي قمت إن صلاة سوعيني صادرت القف كان عربنا شو وحخلط ضيا وحي بالله صحيا عفى الله عما سلف وحي هوري الله فضيه ولذلك يا وحى نيك هلق صلاة دحدة هضي نبو حكوي لصلاة هذا الله ما أقبل إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مره صلاة سوع الصلاة هوري وحص لمره وحي المرك الشيخ رحمه الله والشرع شرعه لا يلزم مواجبه أما لا يلزم قفك كم واجبين يا شيء قبل العلم انت أوصن قفك عني وحبه أغاني قفك مجهولك ومعدوك ألو فعلم أنه لا إله إلا الله قبل العلم معذور واي دليله أردت واحد دليله فعل المسيء نكي صلاة حميني فعل كيسي نبي قمره صلاة حميسي سوعني وقبل العلم العظيم
faftahimi faham arinta fafam bal loo jeeday taada waxa lagu daray baytka lagu qurxinayo lagu hagaajinaya arinta ilaahay subhanahu wa ta'ala si cudubdaar aan loo heelin ayad badan ayuu wuxuu ku sheegay dadka inay waajib tahay in wax la baro marka hore alla wuxuu wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula illa rasul dadka wuxuu sheegay la diro loo soo diro lama cadaabiyo maxay ila aqoon male maxay qaanan wa ma kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasula illa loo soo diro rasuula wax loo sheego dadka la ciqaabi mahayo maxaa dadka rususha loo soo dirayo dadka wax loo baraya ilaahay wuxuu yiri la yakuna lin naasi ala allahi hujja sayse bari dadku hujja u keensana u dhihin anagu waxba maana ogeyn hadda wax la isbaraya si fiican wax la soo baraya laakiin haddii dee maalin walba cashirkii la akhrinayo oo adigu lugu luqaad ka leexanayso wax baran weyd bal ka waran qaacidada soo socota inoo ugu imanaysa laakiin idha farada fil taallumi فذا محل نظر فلتعلمي لكن وحي الشيخ إذا فرط هدي وقفك كحد قدبه في التعلم وحبرشدي فذا كاسي محل نظر ومال في رؤباها فلتعلمي أقومنيه وحي الشيخ رحمه الله وبرنامج هذا أن كان ليني إلا وحن نقفك أقوان هدوص الله وعذر دار لو عذر دار معذور واي هل هو عذر داري عذر دار اسكفر المياه مثل شروط بأباها يهي ما هي شروط بوليه قفك وإنه مال وحكو برتوائل واي رسول بالله ما صادر علم بموسين هلين به هاي جد عدلو اسكتشوغي ومعذور ما هي مسألة معها مسائل كقفل بيقانيه ومسألة دقيقة واي أباها قف علماء باقران كرا ومعذور لكن سلادي إني واجب تهي dad ka dhan baye qaan sabab magaalada joogu wuxuu aanu salaada ma aqaan inay waajib tahay warka ma ka yeelayna ma laga yeeli maayo ka jahli lama yiraahdo laakiin haduu yiraahdo isagu magaalada jooga salaada taraawiixda inay sunnah tahay inay waajib tahay ma kala aqaan ka warama waa macduur miya ha waa loo cudur daari karaa maxay yeelay arintaas waxa weeye qof walba oo ma yaclamo bidiini bi daruura ma inay waajib tahay inay sunnah tahay inuu qof walba gartay waxa marka loo baahanyahay qofka muslimka حيابها واجباتك ضروري وكوها وإنه برتاوى واجب سلاة ديسة زكاة ديسة صوم كيسة حج كيسة هولها ضروري واي وفير سمركة وحوير مركة الشيخ لكن وركي هورا لغو النقوية وعلمي جهلي الأسبوع ذو داريها إذا فرط هدو قفكي يسوي قصور يا قاب السمايو يا حد قدو قو السمايو سيقوا وحوش كقابي إنه وحبرتو في التعلم برشدي وقابين سمايو موسى وحبو برانين فذا كاسي محل نظر وارن اباه الاجتهاد فلتعلمي هل اوغاده اما فلتعلمي اوغو وخوغه جدا محل نظر وخو له شيخ وا ان لغا اجتهاد قفكان اسبابها عذردار كان كوسينينه واخ قاضي عام جيران وكل ممنوع فللضروره يباح والمكروه عند الحاجه وكل ممنوع سيكستو ممنوعه فللضروره ضروره درتين يا يباح لو بنيا والمكروه كي كراهه اهانا عند الحاجه باهي مركه تيمادو يا يباح يسجل الله بنية الكل بقى قاعدة كتيرة قاعدة ظهور وحويان الضرورة تبيح المحظور وقاعدة تغنين هذه ضرورة ما ضو وحي أو حارنتها والغو بنينية قاعدة الله بنا حوية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان ذو خاصة قاعدة ظهور مركو حيلة هاي شيء كستاء ظهور أصول شغل الله ينجم ممنوعي مركي دبات أي تما ضو ولا سوف صحية سوالد واحد إلى هذا هذي فول تما ضو جودا قرسي دماء قاعدة ما فهمتين وصحوية ضرورة ما يشتمت مركي هورة لما أقولين عورة هذا عورة لما أقولين حرام بيهين لكن هذا هور علوس باتمت ضرورة نعضي مركان عورة دي ولا بني سنية عورة دي مركان ولا بني سنية قاعدة الله بعد باهي بقف كيتمت باهي دون قفك ويقصبتا إذا كنت دلينيسا هذه مركة باهي أي تمادو قدر كي باهي ذا إذانا والغو بنينيا لكن شروط بان ضرورة سينينا شرط يكوبان ضرورة لشيغة يوائن الوحلة وبطاهي نوال بهدو شابك كلاسو بحوي لها ضرورة شرطة وهو خي أكبرنا استحارانتا دي أريد فوضى نقونيسا ضرورة الله هو نبعة أو لا يقين صدي وإن التهي شرط يقلبان ألا تندفع ضرورته بفعله أن تندفع له ضرورة هايسي حاران تنمرك كبعه وإن ضرورة أي بكسني سوء لك بحيو قاتش هايسي هدو بغتك عنه قاتش هدو بحيا فولبا هايسي هدي عورد انتي اللي فايدة لك أموليو فوشي والا حلين إياه لكن حدان وحي وحباء بسان قبلين بالكور ضرورة هايسة واضبان تهي
سكرات بقى تبع ملك موت بقى هي الدليل هذا خمرها الله سي ملك موت من العلنية وماي نكي وسكرات وحوي خمرة وإن لسيا ما يحكم الشيران شيخ محايا لي سكرات كي ملك موت كان شو هذا خمرة حبك ترى ماش واللوجي هاي أما هدي وعدكم بالجدو وحكى لنا اللواي خمرة مسينا إن أمركان ها وحبيك كمان إذا أمركان إلهنا سبحانه وتعالى وحول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وحال إذن كحرم والإذن شيئا إلا وحي لبات إذن قنسيم ويكاوى الإسوء قليه والأقليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم كالدبا تمر بالي وكل ممنوع شيء كستو ممنوعا فللضرورة ضرورة درتين يا يباح الله بنينيا والمكروه شيء كرا هذا هنا عند الحاجة أهمرك اعتماده يا يباح إسقنا الله بنينيا الله بضبا لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية لكن وركي اللي قلنا قوي ما حرم وهي حاران لقدقي للذريعة لأجل الذريعة لباتتم للذريعة لأجل الذريعة وصيلة درتين يجوز بنايه للحاجة لأن الحاجة يبنايها كالعارية وعارية ذي وكله وروح نصمرني قاعدة ما حرم تحريم الوسائل يباح عند الحاجة وحي مركي هورا وسائل أها أو وسائل لما الله إنه حرمي هذه حاجة تماضو والله اسكو بنايني قاعدة ذي وي وانا مستثنى أو حكتها قاعدة ذي هورا اللي واحد اسكو قاين شيء كسوء ضرورة إلا إنه بنايني هذه ضرورة تماضو مرك شيء حاران يا ما أنت أيضا ضرورة إيمانين لا يسوب بنينيا ومحال سوب بنينيا لأجل الحاجة كي هو كراهه أها أول مكروه عند الحاجة شيء مكروه عند الحاجة ولا سوب بنينيا وقفك وقول أقول يهين تصالحها صلاة الله هذا هنا دنعيد من العزتيد وكراهه ويسوس اسمعين لكن هذا حوا قدر شنكر خير درينته هذا القول كساكت له والقول أقول يهين حي الحاجة تمدو وحال قدر أسكير هو بنيسا من دان حاجة دي معها أفهمت ذا مكروه معها الضرورة دي أن يسكوغين حارانتي لسكوغا الضرورة كليا الله بنينيا فمانتا أرين حاجة الله بنينيا أرين حاجة هاي الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة وإنك الشكل تيه ورغم قاعدة يكون مثال وخلط بها تندم بوي مثالك وصبغ اللسان بأي قلقل تيه ورغم مكروه بأهد لكن تنوي مدى الضرورة حاجة ده وتنزل منزلة الضرورة تصالنا وحاوة عارية يوشيخ خلقي باع العرايا وحالة تمر ورطة وقوين يا تمر سنة كي هرو أقل شيء بالغو قدنية سببتا تمرتان لوم ممنوعين وحويان وصيلة وي مقصد معها وهذا وقت كان لتشوفه لبا كيلو إسلاق وي لكن وحالة يابا في المستقبل إني لبا كيلة كلا يرادة في المستقبل إني كلا يرادة تمرتان مركا لباتن كيلو أقوين أو تمرت رطة بكاين الدان كو قدنو لباتن كيلو تمرت سنة كي هرو أهي أسبوع كدي لباتن كي رطة بكاها وحالة يابا إني شن يتمن كيلو نقضاء رسولك مركا والويدية بركا ورب عليه بيعان رسولك سؤال بويدية صلى الله عليه وسلم يقعد يبلغوا عليه وحالة ينقص الرطب إذا يبس إذن كان الذي ويدين إياه رطبك مركو قلاله من نسخام إياه قالوا نعم هابدا من نسخام إياه إذن فلابوا لما أقول مركو يعني وقت كان حالي قاماها دريعة وحالي لهذا شيء مركا حالي قاه لا أقول يهي لكن لقبق يوضد يسيني بلايك تماضع بلايك إيمانيس مركا سدا للدريعة أيضا الباب كان الحين يا مركو ذاتك مركا رطب يا لورد من إياه إن رطب لعنا ما ضرورة ما يا ماها ضرورة ما لكن إن رطب لعنا وحاجه حيا تمرتي هرب صلت يا رب حضي هدي حوغا لعنا ولا نعيا نفط واحد رتا حوغا إن وحلو كلا بدلو مرك حاجة وي ووحدتك وباهية حاجة دي ما أنت وحن سوينا إن ننزل منزلة الضرورة باسك الضرورة ذا كينينا أما عام ها أعطى أما ضد خاص ها أعطى أما ضد كورنا ها أعطى أما ضد قار ها أعطى باسك الضرورة ذا كينينا مرك سو حلنا هاي يدو أي ربطها هاي ما دام وقت كان حالي كان هذا أي سن ربا هاي وهذا كيلي كيلا لسكو قضيو مستقبل كربا أي كذا لندن وحي هذا أتقاد نيسي وأدي كان باهدا ذا كوجو فلان والجو أقلان يا شمرتي حي قادان لقى ما بدين كلام مرك محايا لي هراء أشياء إن الضرورة تقدر بقدرها سيدوك الحاجة تقدر بقدرها حاجة أنا قدر كذا الجو قدرية أنت أقدر كقوم بمرك الوسينة يا مرك قاعدة ذا وحي عدين يسا شيء حاجة أو شيء حاران لا فصحى لا أقلان يو عن ضرورة أهين لكن بس كضرورة الله كأنه وحنا اللي هذا تحريم الوسائل أما تحريم الدريعة مثل كهربتله حد وقت كان حاليا حرام معها لكن مستقبلك حرام نقنيسا لكن وركي اللي نقيه ما حرم وها حرام لقد قي للذريعة لأجل الذريعة حرام إني كو جيسو درت يد الله حرمي يجوز وها بنان يجوز وها بنان يجوز بناية هيدا للحاجة لأجل الحاجة
حاجه درتيد بو بنايه كل عاريه و عرايق او كلا بيع عرايده ومستثنى مركا قاعده هوره وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي وما نهي وحي للنهي عنه حقيسه ومن التعبد عباده او غيره اما عباده غير في معاملات افسده فاسد كدك لا ترددي وحشك ان يشنكو قلي قاعده الاصل كد وحوي وحكت من قاعده هي انه يقتضي الفساد وقاعده اصوليه النهي يقتضي الفساد شيء او شرع ان نهي اما هذا شيء عباده اما هذا شيء معامله مر هذه الشرع ان نهي اصل كيس هو انه يهي فاسد هذا هو الاصل لكن استثناءات با انه ايمان دونو كدنبينيه صادرت وخي رسولك ان ريبي صلى الله عليه وسلم اما الله او ان ريبي او نهي كسو ارور وحاران الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحش محرم وينهي بكسو ارور ونقي يهتدي الفساد ادو الى قف النكاح بان كدغنيا وفاسد وي وركاس وقالوا رسولك صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك وروح ادق اذن لهين مرنها ايبنين ولا نهي سوم جديد وحاضر لهين ان ايبسيد حداد ايبسيد عقدك هو فاسد عقدك سبحانه نقنيا فاسد بو نقنيا محي لو بيع ما لا يم قف حسن ملكنين اي ايبيه وحيابها مركه نوعاسا عباداتك او كلمه صلاتي waxaa la yiri haw dhawaanina la taqrabu as-salata wa antum sukara hada u dhawaati salaadadi waa baadil weey wama shaygi wuxuu yiri nuhiya la nahiyay anhu shayga xaqiisa oo min at-ta'abbud ibada waxa la yiri wixii ibada oo la inaga nahiyay aw ghayrihi ama ibada ghayrki oo waxa la inaga reebay muamalaadki baaci iyo nikaahi iyo wixii kale la midka aha afsidhu shayga waxaad ka dhigtaa mufsid la taraddudi hana ku shakinin allahumma illa mustatniya wixii mustatnaana weyno iman doona ma inta ciida in la soomo nabigu sallallahu alayhi wasallam aan soomo yoomil ciid ma inta ciidaad soontay waa baadil weeyo soonkaagu soon baadila ribada rasuulku sallallahu alayhi wasallam waan nahiyay adhabu bidhahabi ariban illa haan wa haan ahdaad riba wax ku gadatid baa'ag waa faasid ay shay oo muharramaadka faasid buu noqonaya fa kullu nahyin aada lidawati aw الشروط مفسدا سياتي نهي يبا هذا مر لبعض لا سي كلا ساريا قاعده المركا بيان waxay u tahay qaacidadii hore cadeynaysa qaacidada hore waxaan niri annahu yaqtadi alfasad wax kasto oo nahiya am ciyaadahaada ama muamalaadaha aade fasid ka dhig qaacidadan waxay leedahay warkii caamka aha oo aan sheegney hada huwa alasl sida asalka waa laakiin markii tahqiiqa aan u noqono nahiga laba u kala qaadeyna imma inuu u noqdo bidati shay shayga la fahantiisa iyo imma النهي ونقنيو كدعايو لامر من خارج شيء كبحسن شيغان لبدا ميد بو نقنيا لبدي بو مركه ميد ولبا حكم غار كسي حد شيء وذاته شيغا كدعايو حكم كيس مخو يحيى قاعدهن كو شيغي مركه فكل نهي نهي كستا وعاد ونقدي لذواتي الاشياء اشياء ذاته ونقدي او للشروط اما شروط بو نقدي سياتي وامنيا مفسدا حال ويهمل فسادينيا سينت هذا الشيخ ولا ما جهده مستقبله وحو اوغا جهده للتحقيق سياتي وحو امانيا مفسدا حال ويشغو مفسدا سو مفسدا اي امانيا معنيه شنو هو النهي وهدو كو دعايو لبا شي ركن العباده اما معامله اما شرط العباده اما معامله وحا ليلها النهي غاس ذاتدي شي بو نكونيا وانا فاسد بوكينيا اركانت وا دواد شيغا شروطنا وا مقدمات واي لكن عموما لبدوده بذاتها الاسكو دي كرا ذاتدو نكونيا marka wa mufsid tusala ahan waxa laynaga nahiyay oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam نهى عن حبل الحبل الماء اورك الشيء اورك لو شيده كورك كوسيده ولا ريبي بيعيس اسغ لفتيسا ريبي حبل الحبل كان ذاتيس كو دعيا وحانا لو ريبي وا شرط من شروط البيع صادرت لما اوغلا ممنوع واي سيده او كله رسولك وحي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نكي فاتحه الكتاب كان اخرين وح صلاه وليه ما جيران نهي هذا حقو كو دعيا فاتحه الكتاب واركانته وهي كميت salaada laatadi way ku dhacday waa faasid weey mid muamalaad iyo mid waxaan keenay cibaadada wax kasto arkaan ama shuruudana waa la mid labadaas nahyiga ku dhacay waa nahyigaas waa faasid fa kullu nahyin nahyi kasta oo caada u noqday lidawati alashya ashyada laatadeeda aw lishuruuti lishuruudi alashya ashyada laatade shardi go'da mufsidan hal u yahay yusayati imanaya وإن يعود لخارج كالعمة
فلن يضير ففهمن العلة وإن يعد هدون نغض النهي لخارج أرنك بحثا كالعمة وعمامة وكلاء فلن يضير كاسي وحبات بمهيو ففهمن فهم العلة علة فهم علة شيء لوك لصاريو oo hukumku u raaciye faham qaydana wuxuu uga jeedaa waa tii hore shadrigeedii waanaga in nahiga lama u qaybinayna mid daatada sheega ku dhacaya iyo mid arin khaarij ah arin khaarij ku dhacaya nimba wuxuu salaadii galay markaasa wuxuu soo xidhay cumaamad xaaraan oo soo xaday cumaamadu shuruudii salaadina kuma jirto arkaantina kuma jirto shuruuda salaada waxaa kamid ah satrul awra madaxa miya awra miya madaxa awra ma arkaanti waxaa kamid ah faatixada iyo rukuucdi cumaamada faatixa iyo rukuuc ma ku jirtaa maya idan rukunina ma aha shardina ma aha waa arrin kale cumaamada uu soo qaatay waa xaaraan waana dembiile dembigiisu qabaa laakiin salaadiisa maadaama arkaanteeda iyo shuruuddeeda la helay salaadiisu waa saxiix weeye salaadiisu waa saxiix nahyi baana ku soo aroray shay xaaraan inaad ku tukatid waa manhi waaye waxaa la mid ah calaa khilaafin bayn alculamaa مسائل الخلافة إنك الصيطان رسول كوحي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد نين أو ربادية نين ربادية يسحو لها أقضين نينك ربادية بيع أركان تيسي كمتشرو إن ربادية وحقضو نين ربادية إن ربادية وحقضو أركان تبيع كمتشرو شروط بيعنا كمتشرو labadi minna kuma jiro waxa la leeyahay nahyigan arin kharij oo ka baxsan arkaanti iyo shuruudi uu ku dhacay saadarteed baacani waa saxiix laakiin dambi buu galayo shay muharrama ayuu ku dhacay saadarteed waa dambiile dambiga xaaraantu qaba oo sababta loo xarimay maxay tahay waqtiga inuu yaray sababtu waxa weeye ninka reebaadiyaha aduun reemagaalku wax u gado asxaarta suuqa qaaliyoobaysa horena waxaan isugu ogeyn diinta islaamku dhibkeena waa ka hortagtaa soo saas ma ahayn dhibkaana marka la diidayo dadka la dhibayo baa la diidaya maslaxadiisa isaga gaarka ana waxaa ka weyn maslaxada dadka waa in yacud hadduu noqdo nahyigii likhaarijin arrin ka baxsan daatada iyo shardiga kalcimati waaba cumaamad oo kale falan yadiira kaasi ina dhibi mahayo ee fafahmana alcilla cilladaasi fiican u faham walaslu fi lashyaai lxil walaslu fi lashyaai xilun wamnaci cibaadata ila biidni shaarici walaslu sida asalka fi lashyaai ashyaada alxilu inay xalaal tahay wey wamnaci manci cibaadatan cibaado iyada manci ilaa biidni shaarici shaarici inuu ku ogolaada mooyeen halkan laba qaacida ku jirta qaacida kood waxaa leedahaa alaslu fi lashyaa alxilu ashyaada asal waxaa dhammaanteed inay xalaal qaacida labaadna waxaa weeye alaslu fi lcibaadaat alxadru cibaadaadka asalkood waa maxay iyagana waa mamnuuc asal mucaamalaadka iyo ashyaada inay xilta waxaa daliil u ah وأحل الله البيع وحرم الربا بيع حلال بلغ عبادة إني أصل أي حرام تاي وحيدا الدليل إله سبحانه وتعالى وحل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين رسولكم وحل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ننكي لي مادة أرين أنك أن أدرسا arinta wajiga lagaga dhufanaya yaa ku dirsadaa leeyahay nimankii mushrikiinta aan markay dhaheen ilaahyaalkan waa allah ugu dhowaanaynaa alla waa diiday alla wuxuu yihi amlahum shurakaa sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illah war ma wax ilaahay uusan jeedeen rag u jeedinayaa jira waa laad baa lagu cabay walaslu fi lashyaa ashyaada waxaa asal u ah xilun xalaalnima asal u ah wamnac manci cibaadatan cibaado ilaa biidni shaarici shaaricu inoo idmo mooyeen si kale cibaado iyada ha ku ogolaanin allah subxaanahu wa tacaala aclam.